كان ضخم الرأس واسع الجبهة، في وسط جبهته عرق، إذا غضب النبي بنى هذا العرق، أشم الأنف، واسع الفم، كثيف اللحية، مشرب بحمرة صلى الله عليه وسلم. قال علي: رقبة النبي كأبريق فضة من صفائها، عريض ما بين المنكبين، خلف كتفه الأيسر شعيرات سود التف بعضهن حول بعض، هذا هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. مستوى الصدر والبطن، لا يتقدم الصدر ولا يبرز البطن، وهذا كمال الجمال للرجل عند العرب. ضخم الكراديس صلى الله عليه وسلم، لا بالطويل البائن ولا بالقصير الممتهن صلى الله عليه وسلم. واذكر لكم شيء من حركاته ووصفه صلى الله عليه وسلم، جاء عنه إذا رأى شيء تعجب منه قلب كفيه وقال سبحان الله، وجاء عنه إذا تعجب من شيء عض على شفتيه صلى الله عليه وسلم. إذا التفت إلى أحد صلى الله عليه وسلم أو حدث أحد التفت بجسده كله، وهذا كمال التواضع، أنه يلتفت إلى من يحدثه فيستقبله بجسده كله صلى الله عليه وسلم. وفي خطابه أنه إذا تكلم أسمع، لا يتلعثم في كلمة يقول ولا يقول كلمة هو لا يريد أن يقولها صلى الله عليه وسلم. خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة فقام أبو بكر قال: يا رسول الله، ما رأيت أفصح منك. لابد أن يكون هو أفصح من خلق الله أنزل عليه القرآن. وإذا خطب صلى الله عليه وسلم يتحمس في خطبته، حتى جاء عن عبد الله بن عمر يقول: خطب النبي بنا خطبة فكاد هو المنبر يسقط علينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. يقول النعمان: خطب النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنا في السوق، وإني لأسمع صوت النبي وأنا في السوق. الله. إذا خطب احمر وجهه وارتفع صوته صلى الله عليه وسلم، فكان يخطف القلوب والأبصار نحوه صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: لم يكن النبي يسرد الكلام كسردكم هذا، إنما كان كلامه فصلا، لو شاء العاد أن يعده لعد. الله. هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه وفي قوله صلى الله عليه وعلى آله. زدنا. أبشر يا شيخ منصور، نتكلم في هيئته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: من رأى النبي من بعيد هابه، من رآه من قريب أحبه صلى الله عليه وسلم. وقالت الربيع بنت معوذ لمحمد بن عامر عندما قال له: يا عماه، صفي لي وجه رسول الله، قالت: يا بني، لو رأيته لرأيت الشمس طالعة. الله أكبر. يقول كعب: إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن سمرة: خرجت في ليلة أضحيان، أي أن البدر مكتمل. يقول: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر، فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم.